العوائق دائما تكون عوائق داخلية، وليسمح للمشاهدين لأنه ليس هناك ما يمنعك أن تكتب خطتك من غيرك. وبل نستغرب لو جاء إنسان وقال أنا والله ممنوع من كتابة خطتي. هذا أمر غير. فالعائق الداخلي هو شيء من الحيل النفسية التي تأتي للإنسان. من العوائق ما يسمى بالعائق الوحيد. البعض يقول سأبدأ في التخطيط بإذن الله أو تنفيذ الخطة مع بداية العام، كذا يعني عشان تكون إنسان يعني يعني يصير فيها نوع من البداية، يعني من البداية وكذا. يأتي بداية العام ثم يقول يعني خلي مع عاشوراء، جميل. ثم يقول رمضان بركة، يعني الإنسان في رمضان يبدأ تبدأ دراسة ثم عاشوراء. نعم، دراسة مع بداية الدراسة ثم وهكذا، ثم يقول الحج فرصة للتغيير وهكذا. يبدأ يعلق نفسه بعائق أو تنتهي الجائحة مثلا، تنتهي جائحة كورونا، تنتهي كورونا الآن، يقول الآن ننتهي نشوف الوضع غير واضح، طب ضع خطة لك خلال الجائحة كيف ستتعامل. تنتهي الاختبارات، البعض حتى يريد تنتهي الاختبارات، أنتهي من المشروع الذي بين يدي. يتعلق أحيانا الإنسان، هذه أحد العوائق. من العوائق حقيقة أيضا هو ما يسمى بالكمال الزائف. يعني بعض الناس عنده شعور بأنه أفضل من غيره، فيعني يعني يقول الحمد لله أنا بخير، أنا لست بحاجة إلى خطة، أموري مرتبة وكذا. وبالعكس الإنسان في الأمور الأمور الخير والطموح ينظر إلى من هو أفضل منه. أخيرا أحيانا يعني تضخيم جانب معين، طبيعة عملي أو أنا عندي ظرف معين خاص بي، أنا يضخم جانب معين كذا، وإلا لو زال هذا أنا إن شاء الله بضع خطتي. وطبعا قد يعني قد تنتهي الحياة ولم يزول هذا، قد يزول وقد لا يزول وقد لا يزول. Thank you.